بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشك والتهم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواج وذريته وأمته أفضل الأمم. أهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المجربة، مستعينين بالله سبحانه وتعالى ثم بكتاب العظيم القرآن الكريم وبأسماء الحسنى العظيمة. إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة الكريمة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والاشتراك بالقناة وكومنت ولايك وشير ليصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله تعالى. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. فإلى فائدة اليوم نبدأ على بركة الله. عنوان فائدتنا النهاردة إن شاء الله هي معجزات وعجائب الاستغفار بهذه الطريقة 100 مرة. وراقب النتيجة. ده عنوان إن شاء الله الفايدة اللي هنتكلم عنها النهاردة. هذه الضرة الكريمة هي من الضر النظيم في خواص القرآن العظيم. يا جماعة الخير، إن شاء الله تعالى هنتكلم عن فايدة مهمة جدا جدا، وهي معجزات وعجائب الاستغفار بهذه الطريقة 100 مرة وراقب النتيجة. كلنا بنسمع عن فضل وبركات الاستغفار وفوائده العظيمة، لكن مش كلنا عارفين ازاي نطبقه بالشكل اللي يحقق لينا المعجزات والعجائب اللي بنتمنى نشوفها في حياتنا اليومية. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف مع بعض ازاي نعمل الاستغفار بالطريقة الصحيحة وبقوة الاستغفار بشكل اكبر. الطريقة اللي هنتكلم عنها بسيطة وسهلة جدا، لكن الأثر الفعلي بتاعها كبير ومذهل. هبدأ معاكم بشرح أهمية الاستغفار في حياتنا اليومية، وإزاي نقدر نخصص وقت معين بسيط للاستغفار بصدق ونية صافية. وكمان هنتكلم عن الأوقات المفضلة للاستغفار، زي بعد الصلوات قبل النوم وأفضله وقت السحر. وفي آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة تحثنا على الاستغفار وأهميته لتحقيق الرزق والبركة والطمأنينة والسلام والخيرات. ولازم تكون من أهم الشروط الروحانية في الفوائد الروحانية تكون النية صافية وقلب خالص بالإيمان وعمران بالإيمان لله عز وجل، والثقة التامة في الله عز وجل. تابع الفيديو للنهاية لتتعرف على خطوات عمل الفائدة خطوة بخطوة. أولا، إخراج صدقة بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم صلاة 2 ركعتين لله تعالى وأنت في مكان طاهر. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة المباركة: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المستغفرين. كم مرة يا أبو محمد؟ 7 مرات. ثم ذكر اسم الله يا غفار بياء النداء، يا غفار 1000
281 مرة بسر قوة عدده. ارجع لجداول الأعداد الكبرى والوسطى والصغرى، رافعهم لك فيديوهات الشورتز على القناة عشان لا تلف ولا تحتار ولا تدور. بإذن الله قناتك غنية بالمعلومات المجربة الصحيحة المفيدة القيمة. ثم تلاوة هذه الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. هذه الآيات الكريمة تتليها 3 مرات، هي آية رقم 10 11 12 من سورة نوح، عشان تبحث عنها تجيبها. ثم هذا الاستغفار عليه المدار 100 مرة. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تقولها 3 مرات. ثم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما أكره قولا وفعلا حاضرا وغائبا. اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه ما ليس لك به رضا، وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل فيما اشتبه علي وهو عندك محرم، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك ولا ينجي منها أحد غيرك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجي منها إلا عفوك، وأستغفرك من كل يمين حنست فيه وهو عندك محرم وأنا مؤاخذ به. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دي يا جماعة الخير الفائدة الصحيحة والطريقة الصحيحة للاستغفار. توكلوا على الله واعملوا بهذه الجوهرة القرآنية النفيسة، تحققوا كل مطالبكم بإذن الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة. التواصل معي على الواتس للكشف والعلاج الروحاني فقط وليس للتعارف والدردشة، من 10 صباحا إلى 8 مساء يوميا ما عدا الجمعة بتوقيت مصر. وفي أمن الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.